يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدفن وأحكامه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباس قميصا. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة. مال جابری کوی عبدالله رضای خواه گوری لب دفرمی پیامبری خواه علی صلی الله علیه و سلم هات بولای عبدالله کوی اوبی دعای وی که خراب و ناو گور کشی و فرمی دریکن او بالام جاره یعنی دفن نکر او یعنی قلو خون نخر او تسری فوضعه على ركبتيه سری لسر چوچی دانا دو چوکی خوی دانا و نفث عليه من ریقه یعنی وردت فی خوی لی کرد که اما تبرکی پیدا کری خیر دبیت خیر و برکات و قمیصه که خوی کراسه که خوی ببرده کرد و پیشتریش قمیصه چی دابو با عباس لبرا بی کربو بلا چی استفاده اگلم حدیث دا کری بون باب موضوعکی چیه؟ آية: هل يخرج الميت من القبر ومن اللحد لعلة؟ آية دروستا ك مردو جنازة خرايا ناو قوركيوا دي ساندر بكريتا وبوهو كارق له كاركان بلا اوتا بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام فأمر به فأخرج أمري كركتي داري كانوا بويان در كردوا الصلاة والسلام يخوي قوري لسر بي ملك وإن جاء يعني أويك في عمري خواك ذي عليه الصلاة والسلام تايبته هيج كسيك حقي أوينية خوي قياس بكات السر في عمري خواك عليه الصلاة والسلام يا خالتي قياس بكات السر في عمري خواك عليه الصلاة والسلام بلندي في عمري خواك عليه الصلاة والسلام وردت فكر دوتا سر أو جنازة أو بركته يلا با منيش بياو صالحكم وليكم لأولياء إخوازانايكم دي با من أو بكم من شيم كاس قياس ناكر تسر في عمري خو عليه الصلاة والسلام بويا يعني دابينين لهندي مقطع فيديو دا كسانك بلغم فريدا بلغم كي ورد قنون لخواني الله سون أما تشي يعني تشي أما لتشوي تان هنا جناب قياسي خود دا كي تسر في عمر عليه الصلاة والسلام أما يعني فناب خواي قبر جوريك لجوركاني شرك جوريك لجوركاني لخو بايبونو يعني زيادة روي كردن لخو دا اما هیچ من حدی او من نیه بلام یک شته فرقی هست سنت انسان بون منکات کده خوید ورده تف یا فوب کات دمی صورت اخلاص و معوذتین بخوینه مسح خوی پی بکات آوا اما رقیه اما با تبرک نیه پیغمبر خو علیه الصلاة والسلام جاری واک خوی نخوش بونیتو انی عائشه بوی کردوا مسحي بيكردوا
يا تو بون منا ركبو كسك دكيتو مسحي بي دكي مدروسة مجاوازة أما تبركنية أما رقية ليك جاوازة مدروسة تيكالي نكين بل أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أيضا قال دفن مع أبي رجل فلم تطب نفسي حتى أخرجته فجعلت في قبر على حدة في رواية فاستخرجت بعد ستة أشهر فإذا هو كيومي وضعته غير أذنه. جابر رضي الله عنه يقول لي فرميه باوكم لقل بياوي كيتر نجرابو كي بو بياوي تر أتوزي بيشتر درسي رابردو باس ماقر وعمي مامي عمو دفرمي دلم مرتاح نبو باوكم لقل نفري كيتر يعني دو كسلا قبريكا حزم كرت باوكم دربين موا وبتنها لقبريك دابين يجم دواي شش مانك جنازي باوكم در هنا وكو أو رجبو كخصبو معنا ناو قوركوا غير أذنه جيقلا جويتش كينا بيتوزيك أجينا كامل لا شيء وسر ودمو شاي وكو أو رجبو كناشبو معنا بوش كشهيد بو باوشي رضا إخوة قوري لبي لا شهداي أحد بو أماش يان بلقي لسرشي آية دروستا يعني مردو لا قبر در بهن ريتوا بو هوكاري كي مشروع بالي دروستا وتا جابري كل عبد الله وإلى قال لقبري باوشي كير بالي أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة فقالوا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بتنشد قبر دا رويشت فرمي هر دوچيان استا حاليا سزا ددرين بلان سزا دانكان بوهشتي چي گوره و نيا يعني چي هشتك گوره نيا خودي تاوانك گوره نيا يا خو پاراستن لو تاوانه گوره نبو ككرد بايان دو مانا حال دقره اجينا تاوانك گوره تاوان يكميان چيا كسي يكميان كي استا عذاب ددرين قبر دا كان لا يستتر من البول يعني لكاتي مزكردن دا عورتي خوي ندى شار دوا لخلق لبينيني خلق هرب ديار خلق وا توا عورتي خوي در دكاب دزكابة مسكيردم ها أماني كيست هنا وجو التوالي تاني كتايبة بو مسكيردن هامو يباريس بتنيجي كواستاونو سيري يكتر دكانو أم ديار ديه غلطة أم ديار ديه غلطة كوابي كس نبيني قيناك كس عورتي كس نبيني أجناب مشي هذا غلطة باشا لروايتش ذكر لا يستنزه من البول خوي بباك رانا دا قرد لميز يعني ميز دكاو خوي ناشواته ميز دكاو لشوين يكو چاك دزاني پشك ميز برج لكاني دكاو جويلينيا اما السبب عذاب قبره كسي دو مويكا يمشي بالنمي مقصده نو دبا اما نش عقابيان قوليا لا عذاب قبر جدان بوچي چكا او كساني كان ما من ناتنا بهاشتي شوا او كساني كان ما من قورتين فتنه دروج دكان لبيني مسلمانا زورك لتشيشو تفرقه وخلافي بيني مسلمانا السبب كاين ما مكانا دي قسيتو دبابو او قسي ايش ديني بوتو اكاك قسكك وكو خوشي ببيهني وبيبي فتنه دروج دكا تش جاي بشي غوري زياده شي كي بشي وازي كي واطر حكيكا دلي بران بركه زياتر اغردي ويا أوانا لا قبر دا لا عذاب أما أنا ما نهيش ما بزنيه ما بس كمان ليه دام حديث أبو ليه هنا يوتي بخاري ده فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شلا دار خرماي شيء هنا لقى دار خرماي فشقها نصفين كردي دوبش وثم غرس في كل قبر واحدة حر نيوي لسر قبرك دانا شقانت باشا وتيان بو اي في عمر اخو علي صلى الله عليه وسلم بو كير فرموي بشكو باميدي اوي ك تا امانه وش دبن تا ترن عذابيان لسر لاچه قلت من هموش تيجي في عمر اخو بركات بو بلام ايا درختي لسر قبرك چاندو رواندو ان جا اوي دداو دي با بيبغن نا هندي قبرستان كراو تدارستان بو لما وريجن كما غلطة موضوع كونية قبرستاني بقي عدبينن قبرستاني الصحابة
يد درختي تي دات شاندرابي شتيواني كاكا ايوني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام يخو پیغمبري خو ني روان دار روان دنيا يعني ها دارك لزوي رود بي بو بمينه توا وينكبه تا وكو ترى وردا وردا ترى اكي وش قد بيتو كو تاي بيدي اوا ايش پیغمبري خو كردي عليه الصلاه والسلام اما ايما امر بين قبرستان كين الدارستان ولا شي بهوي اوا تا دارستان ترايت دابي عذابيا لسر لا ناتشي اما غلط اصل اساسينيه ملا احسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب الميت يسمع خفق خفق النعال وفي ثناء الناس عليه ونهي عن سبيل الموتى. عن انس باب الميت يسمع خفق النعال وفي ثناء الناس عليه ونهي عن سبيل الموتى. يعني مردو جويلة تبا تبي نعلي او كسانيه كدينيجنو بجيده هلا او كاتبس ثناي خلق لسر مردو تاثيري تشاچي هي هيتي اي دروز تجنيو بمردو بدين اگر خرابيش به دروز نيا. اما حديث كاني بزانين چيه صلى الله عليه. قال رحمه الله: عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد اذا وضع في قبره تولي وذهب اصحابه حتى انه ليسمع قرعا يعالي متاه ملكان فقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد بن عبد الله؟ فيقول: اشهد انه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر الى مقعدك من النار، ابدلك الله به مقعدا من الجنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، واما الكافر او المنافق فيقول: لا ادري، كنت اقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقه من حديد ضربه بين اذنيه فيصيح صيحه يسمعها من يليه الا الثقلين. أنس رضي الله عنه بفرمي في غمري خوالي صلى الله عليه وسلم فرمي: كاتك عبد كمرد دخلتنا وقوركي ودناجريت يعني قلدك ريت وسري وجيد هيلا جويلة تفتبي نعلي بي قاتيانا بيانا أتاه ملكان فأقعدا إنجا دو ملائكة دين دايدني شينن شون دايدني شينن اما لا چاوي امدا چوند به ونيا تابوتي لسره و ونيا بردي لسره ام قبره گوره د بيت ملائكه د چتناوي او پياوا يا ام مروفا دادني شندره بسياري له دكان چي دوت سباره د او پياوي كنير درابو. اگر ایماندار به دله محمد كور عبد الله عليه الصلاه والسلام شاتي ادم عبدي خو رسول اخوابو بيدلن دي سيري مقعدكي خود كلا اگر پنجري شي بو دكانوا شوينك دبيني لا اجر دلن او شويني توب لا اجر اجر ايمانت بو بيغمبرنا هنا بو شويني نكوت باي بلا مست زحمن نبي سيدي او شويني تركا شويني كي خوش دبيني لا بهجدا دلن خوي غور بو غوري تو بما استا شويني تو او شويني لا بهجدا چونكا شوين محمد كوتي عليه الصلاه والسلام ايمانت به هنا. فيراهما جميعا هر دو شويني كدبيني هم شوينه كي ايماني نه هنا بل دوزخ دا چوي دبو هم شوينه كشي كي ايماني هنا او زندو كرايه ولا بهج دا شوينه كي چوي دبه. اما شن نعمته شي گوريا لدور وان گو لروانگي كو كتو لو شوينه ترسنا گرز گارد بو لروانگي شو شوينه خوشت بنصيب بو بل ام كافر ومنافق بيدلن محمد كر عبد الله چي بو دله نازان مولا دله دهر نذاني چون نذاني باهر نذاني ان جا يك چف شي شي ليد دن مترقيك شوف شيء أحسن لا ضربة بين أذنيه لو بشتسري فنا بخوا هوارك ذكى حرتشي جان لبر جويليتي إلا إنس وجن به دنا هم جويليتي أو ندب إيش وأزارة خوا فنا من ده أو كا لم حديث ده تيجي إشتين شيا مردو جويلة تبتبي بي زندو كانا بردوام يا أو كاتا أو كا حديثك باسي ذكى أو كاتيا نكتو هر كاتب چيت سرغوري مردويا كد استا جوي لتويا وقسي لقلبك ولقلب بدوي وشتيوانيا كاك شتيوانيا مال. احسن الله عليكم. قال رحمه الله عنه قال: مر بجنازه فاثنوا خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مر باخرى فاثنوا عليها شرا فقال: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ قال: هذا اثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنه، وهذا اثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، انتم شهداء الله في الارض. وفي الروايه: أيما رجل شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة، فقلنا: وثلاث. قال: وثلاث. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. مالي هر أنس بمان دجرته ودفرمي جنازي كان هنا
خلچی به باش باسی کرد ها فلانا کسا ای رحمتی لیبه براستی پیاوی چاک بو براستی مسلمان بو براستی دست پاک بو خلچی باش باسی کرد پیامبر خواه علیه صلی اللہ علیه فرموی جیجیر بو وجبت جیجیر بو جنازه اشتریان هنه خلچی خراب باسیان کرد اما فلانا کسا ای لعنتی لیبه خلق دیلت ای چه مجرم یک بو ای چه خوین رج یک بو ای چه گندل و دز یک بو ای چه فاسق یک بو پیامبر فرموی علیه صلی اللہ علیه وسلم وجبت امر جیجیر بو یعنی پیامبر خواه چی جیجیر بو جیجیر بو فرموی اوی که مدحی چاکتان کرد اما بهشتی بو مسوگر بو اوش که وصفی خرابتان کرد جهنمی بو مسوگر بو بو انتم شهداء الله علی الارض ایوا او شایتانن که لسر زوی شایتی تان قبول لای خوا انتم آی اما تایبتا بصحابه و یاخد عام كعام به همو مسلمانان دقيته و يا مسلمانانك ك لسر بازي صحابا لسر او دينا كصحابه لسريبو طبعا ويك اقرب تله واصح تله دوم يعني خاصني بصحابه والصحابه هر كسي شي دين داري بك او دين داري صحابه شاتي بو كسي بدن بلن اوا بيو تشاك ان شاء الله لا اخوي قبل قبول شاتيك ابو باشتا شاتيش بو كسي لسر كسي دبل خراب شاتيك قبول ابو جهنم الله أعلم. جات شنكز أو شايت يبدأ شنكز لحديث كي دوم دا فرموي تشواركز أيوتي أنا قر سيفرموي سيكز إيش أيدو أجر دوكز إيش شايت يبوبدن. أوش جي قايد الخوشية براستي برا جي قايد الخوشية. إنساني مسلمان كاتي كدمري نك دوكز. طبعا مسلمان كتشاك بيرو الأخوابي نك دوكز دو صد كز إيش الحمد لله شايتي خيري بوددا ووصفي شاكي دكا. أوش جي قايد الخوشية إن شاء الله. كأخوي جرب هاشتي بنسيبك أخوي جرب ما نجرا لو كسانا يا ربي. بل. أحسن الله عليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. في عمر عليه الصلاة والسلام فرموي جنوبا مردو مدن بوشي شونك أوانا شون بو أو شوينيك أفضوا إلى ما قدموا. بو او شوینه رویشتن که پیشتر کردوکانی خوانیان بو نرده بو پیشتر آمده کاریان بو کرده بو پیشتر رخستنیان بو کرده بو جا که ایم رخستن بو قیامت دکین بلا همو من دیکین کردوی چاکب که او پیش خود نردو تا قبر و قیامت دی انشاءالله آمده بخوشی استقبالت که اگر کردوی خراب بکی لدنیا اوانش دیسان نردو ها پیش اوی بچیت ناو گور با آگرکی و با جهنمکی و چاوری تا بای پیش ناکا جنیو بخلق لی کاکا افضو الى ما قدمو چی پیش کش کردوه لچاکو خراب او بو اول رویشت استا خوی وری دگریتا و جزایا کی چاک یا خراب پیش ناکا تو دست که با جنیو دان باشا ای لیر دا اما بلگبو لسر اوی که دروزنی جنیو با مردو بدین ایک مردوی کافریش دروزنی جنیو پی بدره يعني دروستا اي باشا جقل كافر لنا مسلمانان دا كساني كي زور هبون علماء تحذير يان لي كردون دواي مردنيش يان تحذير لي كردنكا لكتابة كان دا تومار كراو تعرجي قيامت دوبارة دا كريتوا كتاب المجروحين مثلا كتاب المجروحين او كساني كجرح كراون او كساني كللاين علماء كبار وطعنيان لي دراوا خمردوشن هاي دروستا دلين اگر تجريحكا لشويني خوي بيت راز بي دو هميشيان بو تحذير بي لمسلمانان كهمان انحراف غلطنا كان قيناكا مثلا كسي كافرة يعني جنيو بينالين بلام دلين اوابو بو مسلمانان وكو اونا كان قيناكا اي مجروحين بو اويكا مثلا كفتوائي شي غلطي داولي قبولنا كريكا كمسي قنبوة بالي مرت خواري خوش به كاك يا ربي خواي قرب لي برزي باش دي برسيك مثلا فلانا كاز مبتدع بو مرت باشا استادت يومن شي بلم من دلم مبتدع بو مسلمان ورياي بدع كيبن بلام يا ربي بخاتبني او جوانا كان لي خوش بي خيتي باش تو هاي شون دعاي بو اي كاك مسلمان بو دعاي بونك مسلمان بو دعاي بونك با مبتدع بو به با منحرف بو به با قمراب به مسلمان نبوة المسلم أخو المسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه تو حزك بشي تجهنمه نا إبو حزك برايش مسلمان تجهنمه دوشتي لك جوازة
وكو مسلمانك دعاء خير يا ربي اخوي لي خوش برحم بي بكي بخي تباشتو مسلمانا بلا مريابن او فتوايك داي ام رجكيك لسري وما غلطه لميان اغا داربن هيا افراط وتفريتي هي هل بلا اخوي رحم بي بكا ها نمانوت امش لقى المبتدعه برباب اخوي رحم لم مسلمانك تشيتتو بوتي ناغي اخوي رحم بي بكا اما يقبلني واد زاني امش دچيت التزكيه كردن بو بدعكي هاشا بعكسه كاكا مرتازه نابي بلي غلط يجبوها برام مر رحمتي ليه برام ولا غلط بو كاكا او فتواي غلط بو او ريتكي غلط بو دبي تحذير لو بكين جا هردو لا كمان هي هي مثلا چونك ولائي بو رمزك لرمزكاني خوي هي لسر بدعج مردوها بهيج شوازي كفر بلاي وتو بلي ولا غلط بو هاشا عكسكيتي وكوتمان ولد الله ما دام لسد بدعب وإلى جهنم وبئس المصير ولا كرام باسي نكي أصلا نلي رحمتي لبي دعائي لي بقبل إن شاء الله بو جهنم ولا كاكا قد دعاء جهنم بو مسلمان مكة دعائي لي خوشبوني بوكا استغفروا لي أخيكم مال أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما جاء في عذاب القبر والتعوذ منه. فأنا قلتن لعذاب قبر وآي عذاب قبر هيا مال أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن البراء بن عازم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقعد المؤمن أوتي ثم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا. وفي رواية قال البراء يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر. أي عذاب قبر هي بلي أو تا حديث براء يقول عازم دفرمين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام فرميكاتك مردولة قبرك إداد نشيندري امتحان ذكره برسائل اللي ذكرت من ربك من نبيك ما دينك جاء أجر شهادتي ذاك ربي من الله ومحمد رسول إخوائي وإسلام دين ما أو كاتا أو التثبيتة لخوشي ذا ذبي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا لجيان الدنيا تا لجيان ذا بون خواجة التثبيت كردون وأروها لقيامة إجدا ولا برزخ إجدا خواجة الثبات ذاته باشا أما يا دفر من نزلت في عذاب القبر أي أو كسانيك يعني إيمان دارنا بون منافق بون كافر بون أو كسان أخوة يقول لا يرزقهم الثبات جوابي النبي كجوابي النبي لقبر دا لعذاب دا بن خواب نامان دا ملا أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسأل عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر. قالت عائشة فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. عائشة فرمي أفرتي جولك هاد بولم باسي عذاب قبري بو كردم عذاب قبري باس كرت و بي وتم يعني أفرتي جولك كاب عائشة فرمو أعاذك الله من عذاب القبر خوابت بارز العذاب قبري عائشة عائشة بيسير بو يكم جارش توابي بيستيكا لقبر دا عذاب هيا برسياري لبيغمبر كر عليه الصلاة والسلام فرمو أي بيغمبر إخوة لقبر دا عذاب هيا قال نعم فرمو بالي بالي عذابي قبر هيا عائشة دا فرمو دواي أو بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هي جنوجي جي نكردو إلا لكوتا يكي دا دواي تشهد لتحيات فيش سلام دانو بنايب إخوة دا قر لعذاب قبر كواجب إنسان فيري بأم دعايا التعوذ بالله من أربع اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال أنجى السلام ديوا مال أحسن الله عليكم ما وصي برزم كريرة فرميد نعم عذاب القبر وكأنه محذوف يكي تعني بالله حق يوجد عذاب القبر. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أسماء بن ابنة أبي بكر رضي الله عنها قالت قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا. الله أكبر. أسماء رضي الله عنها بدأ فرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام هستا وتاري بودين بأس فتنة قبري كيرت كتيايدا إنسان تعقيد كريتوا وتيايدا سزادة دريك جوابي ندايوا كأوي باسكر مسلمانان يعني ضجيك وإن راحتيك وشلجانك وترسيك قوريان توجبو ك يك من جارب يستيان كلا قبر ذا شيء هي تاقي كرنو عذاب هي خوفنا من دبوخاتنا وجوانا كاني. آمين. مال. قال رحمه الله وعن أبي أبا رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس
فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. أيبرز أخواني بدأ فرمي أغمري أخوة عليه الصلاة والسلام دواي خور آوابون لمال شو دروا جوي لدنج يقبو فرموي أوجو لكن لا غوركان خويان سزاد درين خواي قولة وايكر كبي أغمري أخوة عليه الصلاة والسلام جوي لو دنج بيت دنجي هاوارو نالي جولك كان لنا وقوركان يندا كعذاب ددران بوشي جولك چونك وتمن شاري مدينة جولك ومسلماني تيدابو وقبر كان ديار بنا وقبر مسلمان وقبر جولك كبتنش دي دارو جتو جويلة نالي عذاب داني جولك بولنا وقوركان يند خوابنا من دا ملا أمين. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ما سمعك. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب ما قيل في أولاد المسلمين والمشركين. ما قيل في أولاد المسلمين والمشركين. باشا منالي مسلمان بمريب وبهشت وحديث من هي أي منالي كافرك منالي مشركك بمريب وشوية با حديث كان بخوينينوا بزانين تشيه. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاث ولم يبلغ الحنثة إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. ماذا فرموا؟ أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عن أحسن الله عليكم قال رحمه الله عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذراري المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاته أقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم ليلة الرؤيا. حسبك هذا أم حديث أدري جبا أمدو حديث الشرحكين أنسي كري مالك رضي خالي وفرموي في أغنبر عليه الصلاة والسلام فرمويتي هيج مسلمان يقنية سيمن علي بمرن نقيش بن با بالغيتي إلا خواي قورا دي خات بهشت وبهوي رحمة بزي أو باوك بو منالانا باشا أما باوكك بلام إما منال كان من دبي بزانين منال كمرد بوشوية. ابن عباس وابو هريرة هردو كان دفرمون برسيال لبي عمري خواكرا عليه الصلاة والسلام سبارت منالي مشركة كان فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. خوا خوي دزاني اگر جيابان لدنيا ما بانو گوربو بان چياندا كر مسلمان دبون او من علانا يان كافر دبون ليره ده پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام برياري ده بو باش نيا بو جانمن لم حديثا نخر باش اما قولك سبارت بمنالي مشرك دلين الله اعلم خوا خوي دزانيت چون ما مال يلا قلت اما قولك دو قولي ترمان هبرا كانم قولي دوم يا نويا منال وأوكسي لفترة دا سردمي نبوني بيغمبران عليه الصلاة والسلام نيان بيغمبران لو كاتدا مردبه أوكسي كمجنون وشيتا دعوهات وبيغمبران هاتون باخوازانتون ملام فقيرة شيتا أقال إيه جنيا أوانا كاتك روجي قيامة زندو دكرين وخواي قوري امتحان ياندكا هر يشيك لوانا لي امتحانك در چيت در چيت باشتوا لي امتحانك در نشيت چيت جهنموا يعني او امتحاني تيق راي بشريتك لدنيا بو من كراوا بو او كساني لدنيا دا تاقين كرانا وچكو بمندالي مرت چونك شيد بو مرت چونك دعوي بينا قيش بو مرت خواي قورا او تاقي كرنوين بو دخاته چوه بو ان دخاته قيامت كالي در چن بو باشتن لي در نسن بو جهنمن اما عدلي تيدا يانا أما عدلة أما قولي شندما قولي دوما أما ترجيحي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خوالي به ابن تيمية رحمة خوالي به فرمي منالي مشركين كمرد بوشوية دا چه استا باوكيكو منالي چه مشرك باوكاكا مشركة منالكا مشركة منالكا شهر كوريا وباوكي طبعا هر دو كيان مردن باوكاكا بوشوية بوجهن أي منالكا بوشوية نالين بوجهنما دالين تاقيدة كريتو روجي قيامت أويش فرصتي بيد أدري امتحانك أي خوي بكاتشون باوشي كردو يدي أما قولي دوما قولي سهم نخر أولادي مشركين كل مولود يولد على الفطرة ما دام من الله لسر فطرة لدايق بوا ودجمريها لسر فطرته جاري اختياري نية تاوكو
بلين كفري هل بجري يا إسلام بويا كبمري يكسر بو بهشتا. أما ترجيحي طلبي ابن تيمية كشيء ابن القيم رحمة إخوائي قوري لبي وأروها إمام نووي رحمة إخوائي قوري لبي وجمع من أهل العلم كوم الله لزانان دفرمون منال با منالي مشركيش بيت كبمريت بو بهشتا بيان دلين زحمن نبي الدليل تانشيا دلين دليل من حديث السامورية أو حديث درجة كيستادي إخوانين أو بزانين شيئا بلى. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاته وأقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم ليلة الرؤيا؟ قال فإن رأى أحد قصى فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم الرؤيا؟ فسألنا. أحسن الله عليكم. قال فسألنا يوما فقال هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا لا. قال لكني رأيت ليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض المقدسة فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده. قال بعض أصحابنا عن موسى كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفا ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك ويلتئم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفا ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهدها الحجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حتى يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فضربه. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفع حتى كاد يخرج فإذا خملت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرات. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم على وسط النهر وفي رواية شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى فيه بحجر فيرجع كما كان. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. حتى انتهينا إلى روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان ثم أخرجاني منها فصعدا في الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب. قلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم الذي رأيته يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذب فيحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله الفرقان فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة والذي رأيته في الثقب فهم الزنات والذي رأيته في النهر آكلوا الربا والشيخ في أصل شجرة إبراهيم عليه السلام والصبيان حوله فأولاد الناس أولاد الناس أو كلمات عن لبير نشي نق أولاد المسلمين أولاد الناس إيه. أحسن الله إليكم. والذي يوقد النار مالك خازن النار والدار الأولى التي دخلت دار عامة المؤمنين وأما هذه الدار فدار الشهداء وأنا جبريل وهذا ميكائيل فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحاب. قال ذاك منزلك. قلت دعاني أدخل منزلي. قال إنه بقي لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك. الله أكبر. حديث السامورة دفرمي في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام كنوجي ذكرت بتعبت نوجي بياني روي ذكرت مسلمانا نوش خوانان دي فرمو چيلا يوام شو خوي چي بيني و بو مام جيرتوا ففرمي جاكا كسي خوي بيني با دي جرائي بو پیغمبر اخوة عليه الصلاة والسلام پیغمبر اخوةش تأويلي بودا کرد لك دانوي بودا کرد روشي چم پسياري لكردين کس ليو خوي بيني وام شو وطمان نخير فرمي دي بلا من ام شو خوي چي سيرم بيني و پیغمبر خوي عليه الصلاة والسلام شيخ وكذا في أمريكا عليه الصلاة والسلام فرموي لخوما دوبيا وهاتن
يقلم له ويقلم له قول يان قلت مراست يان كرد موا برد يان بو أرضي مقدسة لو بينيم بياويك دانشتوا و بياوي چي تريش بسر سريا ويا قلابي چي بيه قلابي چي تيج لولا شويلاقي دادا ليري هالي دادرتا پشت سري انجا دري دينت ديت للاكي دادا ديسان هالي دزرتا تا او سري تا اوت تواو دكا ام لاي چاك بوتوا دس بيدكاتوا لاكي ترچاك بوتوا دس بيدكاتوا خوي دائما آزار لصدمك يا بردوام او آزاري كاتي صدمة هيا كاتي صدمة كي يعني بونو مناكسك فنا بخوي قرب بردي شي بيدك كاتي بيكوت نكي زور اي شي هيا دو هاي وردو وردو رادي لقلي جابو اوي املاو اولايان هالزري تواو نبت آزارك بوي بيكوت دنينوا انجا دس بيدك انا بوي بيكوت دنينوا دس بيدك انا فرمي اوام بيني بيابك دانشتو يشي شي لسر سري خريك بو آلتا رومتي هل دزريني لدميه وتاوكو بشتسري خوابنا مدى فرميتو ما تشيه تيام برو جاري رو يشتم دوام كسك بينيم بيابك لسر بشت را كشين رابو يشي شتريش لسروي و لسر بشتسري لسروي سري و وستاوا بردي چي گوري بيا بحمو هزي خوي بتوقي سري دا چشد كبيدة شيء بردكا ورده ورده دور ده كيو توا شون الله يرد فعل تادا شيء بردكا ديني توا سري بامبو توا تاد بردكا ديني توا دقرة توا سري هاتو توا آستي خوي ديسان ليدا داتو بوي إيش كي بو دوبارة بيتوا سي بارة بيتوا صد بارة بيتوا تم أوت شيء تيان انطلق برو هالمس يمشي كبينيم وكو تنورك تنوري نان كردن بينيو تانا سركي تسكو ناوي قولا فرمي التنوري كتماشا ده كان بريتي لجنو بياوي روت آقري چي زور بهز لناو تنوريكا هيا كا آقريكا بهز ده بي بلسي آقريكا برزي عندكاتو تا دمي تنوريكا خريكا بينا دروا آقريكا كب ده بيتو ده كونا خواروا ديسان آقريكا بهز ده كريتو فوي بيادا ده كريو دهن رنو خواروا آو كين امانو تيان برو فرمي چوارم شد كبينيم بياويك لا قراغي رباري چي خوين لا ناو رباركاش بياوي چي ليا يعني ديوي رزقاري بيلناو او بحري خوينة بيت دروا كديتو كنار ديتو قراغ آوكا بياوكا بردك دكات الدمي طواو هم قرسايكا وهم ليدانا زربكا دوري دخاتو ديخاتو ناو آو خويناويكا ديسان ديتو بردي تريتي دقريب تم اما تشيه وتيان برو دفرمين رويش تم تاهاتم بو باخيك باخيكي صوزاي جوان درختيكي قورو مزني لنا وراز بو باخا لا لقد درختكا بياويكي كاملي بتمني جوان لقلكو ملي منال وستابون وتم فإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار بياوي تشيش لنزيك درختك و آقري لبردست و آقرك هلدك خوشي دكات فصعد بي في الشجرة من ينسر خزبو درختك ورده لسر درختك مالي تشي ليبو شتيوا جوانم نبينيوا بياوي قورو بتمنو قنجو آفرتو منالي ليبو لبي دوائي دريان كردم لو خانوا لی تر برزیان کرد ما خانوی چی تری لبو جوان تر و باشتر چی لبو شیوخ و شباب و بسالاچو گنجی لبو دوای اوتم اره ایدو کس ایدو رفیق کم امشو من تان جراب زور شوینده شتی زور سیری تان نیشندم پیم بلای نمت چیه او تیان باش تیان اوی که بینید هر دو لارومتی من لارومتی هل دزرنده اما انسانی دروزنه دروی اک دکات او دروی بلاو دبیتو بهمو دورو برده تا روز قیامت اوایلی دکریت تا روز قیامت کمرت اوایلی دکری فنا بخوا ای جماعت فیسبوک قرب سرتان کشتینا حق بنوسن لسن مسلمانان هيا تو
هر موبایل کی بکات و جا کامنت یک دنوسه لهر جور برنامه چی سوشال میڈیا به تو را کمالات کن درو کردن بهتان کردن والله جاری وای دروی وای بدم و کراوا پیم دلنا نرم ما مستعد دلنا وقت مالله که که اول کس من بیستم هر نشون بیستوا چه جای من نموت وا هر نشون بیستوا ای او کسش دنوسه تزانه درو دکات و به های سوشال میڈیاشو بلاو دبیتو همو دنیا پیدا زانه پیامبر خواه علیه صلی الله علیه و سلم دفرمه او کسا که لو عذاب داده به دوای مردنی او کسان درویک دکن فتحمل عنه او درویی لی ورد جیرت چکا بوچی پیدا تره تو را کمالایت یکن شبکه العنکبوتیه یا خود یعنی تو اون در رفیقت هیا هر یه چگل رفیق کنش ده اون در رفیقیان هیا دیگهشتی بلاو دبیتو بزویی او کسان که او عذاب دادرین فرمی او کسش کبینید ببردی گوره لسری دادره او کسی خواهی گوره قرآنی پیداوه شو دخوه بروشش کاری پیناکا هیچ عملی پیناکا قرآنش تو تا پشت سری خوی پشتی خوی و حسابی بوناکا او آوائی لگل دکره خواهی گوره چاکی لگل کردی قرآنی پیدا او جزای تویا جاوریا بین برم اهلی قرآن هم بیخوینین هم کاری پیبکین خواهی رمتی من دا فرمی او کسش بینید لناو چالکه دا لناو تنورکه دا من زینا کرکانن او عقوبه یانده بیت و او کسش کبینی لناو روباری خوینکه او سوخوره کسی سوخور اوی پیدا کره او پی او بتمنش کبینید لقد درختکه بول او ابراهیم بو منالکانش کل دوری بون لو شوینخوشه اولاد الناس منالي خلق بو يعني خلق مسلمانش دقريتوا كافرش دقريتوا كواتا لو شوين أخوشان نقل آقري جهنم دابن او بلقي لسر قولك ابن القيم نووي اوشك آقري كي خوش دكرت او مالك بو خازيني آقر وخانوي يكم كچوي تناوي او بيت خوش بو او مالي تيق راي مسلمانانا ايمان داران آوايا بلام خانو كي دواتر كچوي اوش مالي شهيدة كانا بوه لبنى ود منالو آفرت وشيله بو فرمي شيوخ وشبان وشباب بصالاتو جنجيت يا دابو فرمي ومنش جبريلم أو يشك من جبريلن أو دوكسا أوش ميكائيل استاش سر برس كده وين محمد عليه الصلاة والسلام كسرى برس كده وصلاة سلامي خوي جوري لسر به لسر يخوي وكم بالهوريك بيني بتيان أو شو أنا برز شو أنا توي وتم دي رقم دن باب اسمه شوين خوشا استعمل دوبلم بيني لبهشت شويني تقرأ مسلمانان وشويني شهيدة كان شتيوا خوش من بيني استعمل لهم ويان برستره باب شو مناوي وتيان جاره شتيق لعمر وتمرد ماوا تواويك انجادة شي تناوي وا خواهي قرر بهشت من بنسيبك ابو خاتري ناوجوانا كاني كواتا ان بابتي منالي مشركين تيقى اشتنك تفصيلك ايشونا بله أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أهل أحد بعد سنين، وأن ذلك كان خاصا بهم. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام نجي لسر شهيد كان أحد كرد وهاي صالانك دي سانشو سر غورا كان يعني نجي لسر كرنوا أما تعبت ببوان تو باو كد مردو بين سالة والله هيدا اسمه نجي يشتري لسر دكام ها في عمر عليه الصلاة والسلام دواي كان سالك شو نجي لسر شو هذا أحد كرنا اشتوى مك ملا أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرطكم وأنا شهيد عليكم، إني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض، وإني والله ما أخاف أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. ماله. في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام روجي كان شو نيجي كده لسر شهداء أحد. دعائي هات وشو سر من بر فرمي من بيش إيوه دروم بوشوي لبهاش دادس مسر حوزكي خون بيش إيوه ومن شهيد من لسر إيوه شهيد من لسر إيوه ووالله من إستا سيري حوزي كوسري خون دك ده كم ده يبيني من البيش شاوما ومن كليل كاني جنجيني زوين بيدراوا مفاتيح خزائن الأرض ماله فرموي ومن لو ناترسم كدواي من شريك بو أخوة دابنين
كي صحابة دواي بيغمر شريك بخوادانانه ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها لا منافسة لسر دنيا اللي تاندا ترسم بويا لا فرمدي اشتردا فرموي إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم شيطان بيؤمد ولا جزيرة دا لسيري عرب دي سان بتبرستي بكري بلام حولي شيء دا ناكوشي دروس كردن لبين مسلمانان لسر منافسة كردن دنياي بتايبت بداخوا كواتا وريابين برا كانم تو مال من ما دام شريك واخوادان اني مؤهلي توحيد تواو كاك الدنيا وانا اني منافسي لسر كي تو شر تشي شو ناكو تشي ودل صار دي لقلب راي مسلمان الدروس كي بويا دي قد ديار لا شوي نصف شعبان فروردغار ده فرمي لو شودا لها مو عبدك خوش دم الا لمشرك او مشاحن إلا كسيك مشرك بيت خوالي خوشنا بلا مشرك مشاحين كي مشاحين اوهي كلا قلب راكي چشو ناكو چي ودليان لأيك عادز والسلام لأيك ناكن تاول لي براكم تو هر چند مشرك جنبي فلان بقلب راي مسلمان تحقدو غلو حسدو اوشتانا لدل الدابه او دا بيت الرقري لوي خوالي تخوش بي بوهي دلقان من سليم بيبا باچي كينو برامبر يكتر برامبر مسلمانان بالي بردن من هبي إن شاء الله تعالى بو اوهي خواهي اما حر لدل الدا قوري كي قرسي كي دي ورده ورده فورماتي كي تو تجديدي كي تو تحديث نوي كي تو رققت برامبر براي مسلمانات اكاك من ريد لي دقري لوي خواليت خوش بي بو هذا كي حر شي هي لبر خوا با عفو ما نهبه اللي بردن ما نهبه او تشاكترا بلا احسن الله عليكم قال رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. مل. الجاري حديثي بيشو كدفرمين في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام شو نوجي لسر شو هداي أحد كردوا. هندي لزنان دفرمون لوي نوج بيت شو نوج الله أكبر وفاتحة ودعاء صلواته. لوش ما بس إلى دعاء كبه ما بس إلى نوجك دعاء به. في عمر إخوة شو توسر قبر كانوا دعاء بو كردبن. أجر بمعنى دعاء به وهيج إشكال إجنية. بلام اگر به معنای دعا نه به ا دروست دوای چن سال بچیت و دسان وجی اشتل سر مردوکت کی دلین خیره متایبت به پیغمبر خو علی صلی الله علیه وسلم بشوها دای احد کاشتی و نکرا و صحابه نه ان کردوا باشه حدیث دواتر پیغمبر خو علی صلی الله علیه وسلم ده فرمی عبدی مؤمن بنده ایمان دار کم اگر هاتو صفیه کی پالاو تکی کس خوشویست کی ملی ور گرتوا بون من باو کتاب بون من براتا بون من کورتا کجتا خوشویست یک تک خوای گور لی ورگرتی تو لا اهلی دنیا چاوری اجر کیتو صبر بگری هیچ پاداش ته ک نی تعویزی او د بو بکاته ولا اخوا الا بهج نبه الله اکبر چن گورې یعنی دی قد اخوای گور لبرامبر او دا چی بودانه د فرمې هیچ پاداش ته کوم بودانه نا وا الا بهج نبه بهج بله بهج بو انسان صبر بگرید اخر حدیث احسن الله علیکم قال رحمه الله عن أسامة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ أن ابنها يجود بنفسه فبعث إليها لله ما أخذ ولله ما أعطى كل بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب زاد في روايات فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رفع إليه فأقعده في حجري ونفس صبي تقعقعوا ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله فقال هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أسامة فرمينا في غمر خوابهم عليه الصلاة والسلام نرابك هات للاين يتشي لك سكاني في غمره عليه الصلاة والسلام وفي غمر خواب سعد أبي كعب معاذي لابو نرى وكهات فرمي أي بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام كري كتكت يعني كتزاكت لا جياندانا لسر مرق دايا بيغمري إخوة عليه الصلاة والسلام خبري بو كتكي نار دوا فرمي أي كتي من لله ما أخذ ولله ما أعطى أو بيباتو هره إخوايا أو بيبخش هره إخواي قوريا هموش تيجي أجلي خوي وكاتي خوي بودي على كلا وتشانك بجيو تمني تشان به بويا بكتشا كمبلن بع صبر بجريتو تشاوري أجلك
كام ولا ما بوك شكي شوى زينب لسان خبري بو بيغمبر ناردو عليه الصلاة والسلام تقسم عليه خبرنا تباوك والله دبي استابي بولا من أربو اكتفانا كم تو آموش قال يكد بوم ناردو سوين بخوا باوك دبي استابي بولا طبعا من على كيلة مردنا بيغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام هل صاو أو صحابي أنشك لقليب دفرميك بيغمبر قيشت ودانشت من على كيان ببرز كردوا لسر كوشي خوي داينا ونفس الصبي تقعقع يعني نفسي لا شلجان دايا لدرچون دايا رفتيشان دايا ففاطت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام هردو شاوا كاني في المسجد في دهات أخواره سعد رضا إخواني فرمي أما شيء في عمر إخوة عليه الصلاة والسلام في عمر صلى الله عليه وسلم يخالي سنة فرمي من رحمته إخواني قورا دي خاتة دلي هر يشيق لو عبداني إخوي كبير فلان بزانا إنما يرحم الله من عباده الرحماء لنام عبد كان ده إخوة رحم بو عبدان ده كاكب رحما بويا بوني الرحمات ورقات وعطف وصوص أما نشانه خيره نشانه ويك أخوي يقول رحم بتوش ده كاتسوت كسي جيب رحمي نكاك عيبة شون أجريت من أول شيء تو أبوي بجريت أما شيء أما جاهليته جاهليته إنسان بلا ولا عيبة بجريت كاتك من عليك الدمره نه رحمتك أخوي يقول رحم بوك سان ده كاكب رحما يا من تريد بأحمد النسبا ترجو به أن تصعد الرتبا وتعيش في روض تنال به خير الحديث بصحة كتبا.